أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مرابطون فوت. حلقة الليلة نستضيف لكم مدرب منتخب الشباب ولاعب المنتخب الوطني سابقا سيد أحمد ولي القاسم. أهلا بك سيد أحمد القاسم. السلام عليكم ورحمة الله، شكرا ضيافكم. شكرا لك سيد أحمد القاسم على تلبية الدعوة. إذن مشاهدنا الكرام، نبدأ بقضية نادي أفسن وديبو وتسريح اللاعب أبو سي الأخيرة. أبو سي المعروف بأنه مدافع يعد حاليا هو أفضل مدافع في موريتانيا، شاب طبعا فعلا، بالإضافة إلى المهاجم عبد الله السوداني. التقرير التالي يعني يسلط الضوء على قضية أبو سي مع نادي الملعب التونسي صحبة المهاجم عبد الله السوداني، وأثار العديد من التساؤلات خاصة من العاصمة الاقتصادية نواديبو. لنشاهد. لست بحاجة للمدافع الموريتاني أبو سي، ولن أعول عليه في نسخة الدوري التونسي القادمة، ولدي عديد البدائل له. هكذا قال مدرب نادي تونس الدريدي عقب إبرام عقد لمدة 3 سنوات مع المدافع الشاب الموريتاني أبو سي. بعد مرور أسبوع كامل على تصريح المدرب التونسي، اجتمعت إدارة النادي وخرجت بالنتائج التالية: تسريح اللاعب الموريتاني أبو سي وإمكانية الإبقاء على المهاجم الآخر عبد الله السوداني واردة وغير واردة في نفس الوقت. ليتلقى النادي البرتغالي هناك في العاصمة الاقتصادية نواديبو هذا الخبر كالصاعقة، وهو يستعد لموسم قادم يعد له العدة والعتاد منذ شهور، ويجد الشارع الرياضي نفسه يتمتم بصوت خافت: كيف حدث ذلك؟ مدافع شاب يعد الأفضل حاليا في موريتانيا يحمل على نعش مهترئ وهو في أوج عطاءاته إلى مدينة خضراء، مقابل بيعه والعودة لأرض الوطن بدراهم معدودة. تحولت بعد ذلك المدينة في وجه الشاب بزهورها وورودها وساحاتها الخضراء إلى مدينة أشباح، بعد أن كانت في عينه نقطة الانطلاق نحو العالمية. وحين استفاق المدافع الشاب وجد نفسه محروما من اللعب لمنتخبه المحلي، ووضع طابع على مسيرته الكروية مفاده أن تحترفت أسبوعا كاملا، وتعد هذه هي أقل فترة احترافية، ولذلك لن تلعب لمنتخبك المحلي من جديد. فتولدت في نفس المدافع حيرة وقلق وشكوك حول إمكانية العودة لمستواه الطبيعي والرجوع لنقطة البداية بعد خيبة أمل لم تكن في الحسبان، لا سيما حين يكون المخطئ في حقك هو أكبر الأندية الموريتانية وأقلها أخطاء. إذن استمعنا إلى هذا التقرير. هذا التقرير أنا شخصيا تلقيت العديد من الانتقادات من العاصمة الاقتصادية نواديبو على صفحتي الشخصية في الفيسبوك، ومن يعني مسؤول إعلامي في النادي البرتغالي أفس نواديبو. ومن المعروف بأن النادي البرتغالي أفس نواديبو هو أكبر الأندية حاليا وأكثرها تنظيما خاصة من ناحية الإدارية، حتى رئيس هذا النادي الذي يعمل في هدوء وفي صمت بعيدا عن الإعلام، بعيدا عن الوسائل الإعلامية، بعيدا عن الشارع حتى الرياضي الموريتاني، لكنه في الأخير أثمر بخلال بناء نادي متكامل يدعى نادي أفس نواديبو في السنوات القليلة الماضية. هذا أمر يشكر ويذكر لإدارة نادي أفس نواديبو، لكن يعني أن يكون مسؤول إعلامي بمثابة يعني يدعى جده يقوم يعني بعرض بعض من التعليق على صفحتي الشخصية التي ينتقدون فيها بشكل يعني تجريح، هذا ليس هو الهدف على أساس صفقة أبو سي الأخيرة وعبد الله السوداني. نحن كإعلاميين دورنا هو انتقاد أي نادي قام بأي هفوة، أو حتى الاتحادية الوطنية من رئيس الاتحادية أحمد وليحية إلى آخر فريق في دوري درجة أولى، وبما أعتقد بأنه سيلي بابي الذي غادرنا، نحن سننتقد أي رئيس، أي نادي، أي مدرب، أي لاعب، أي حكم في الدوري الموريتاني. لا نفرق بين رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم وأي لاعب في دوري درجة ثانية، الكل يعني هنالك الكل نضعه في خط واحد لا أكثر ولا أقل. في الأخير يبقى المسؤول له مكانته وثقله، ويبقى للمدافع كذلك وللمهاجم كذلك وللحكم كذلك. لكن أنا شخصيا أفس نواديبو، أنا الوحيد الذي يعني زرت العاصمة الاقتصادية نادي أفس نواديبو في نسخة الدوري قبل الماضية حين توج نادي أفس نواديبو أنذاك في العاصمة الاقتصادية نواديبو، الوحيد الذي حضرت لهذا الاحتفال، وهذه طبعا المباراة الأخيرة لنادي أفس نواديبو، أنا أيضا الوحيد الذي حضرت لها هناك في العاصمة الاقتصادية نواديبو. أترككم مع يعني قليل يعني كتأكيد أكثر على تتويج نادي البرتغالي في نسخة الدوري قبل الماضية. لنشاهد. المرة الخامسة بتاريخه على أرضه وأمام جماهيره
الدوري الموريتاني محمود العمر لقناة المرابطون من الملعب البلدي العاصمة الاقتصادية الوادي بو. إذن هذا تتويج نادي البرتغالي أفسا نوادي بو في نسخة الدوري القبل الماضية، آخر مباراة له جمعته مع نادي سنيم كانسادو. إذن أفسا نوادي بو ضيع المهاجم أبوسي، هو أفضل مهاجم، هو أفضل مدافع شاب حاليا في موريتانيا أبوسي صحبة المهاجم عبد الله السوداني. زميل جدو أو المسؤول الإعلامي في نادي البرتغالي أفسا نوادي بو كتب من خلال على الصفحة الشخصية صفحة الإعلامي حمود العمر، كتب كالآتي: طبعا هذه إدارة نادي أفسا نوادي بو أيضا التقيناها في الأسابيع الماضية، هذا حنين مساعد نائب رئيس نادي أفسا نوادي بو، التقيته شخصيا في قبل شهر من الآن في آخر مباراة هناك جمعت بين سنيم والشرطة. لكن أعود لأبوسي والمدافع أبوسي والمهاجم عبد الله السوداني، صفقة أجريت وانتقل إلى نادي الملعب التونسي. بعد أسبوعين خرج مدرب نادي تونس الدريدي وقال: أنا لست بحاجة لأبوسي ولا حتى بحاجة لعبد الله السوداني. يعني فتساءل الشارع الرياضي، له الحق أن يتساءل، لماذا لاعب بمثابة وبقيمة أبوسي يوقع مع نادي الملعب التونسي وبعد أسبوع يتم فسخ العقد؟ مدرب قال بأنه ليس بحاجة لأبوسي، نحن كإعلاميين نعرف قدرات أبوسي ونعرف مهاراته وفنياته ونعرف أيضا بأنه لاعب شاب، لكن مهما يكون كيف حدث ذلك؟ أفسا نوادي بو كما قال جد بأن هذه الصفقة دخلت خزينة نادي أفسا نوادي بو منها 57,000 أورو، بينما المصادر الخاصة بقناة المرابطون تقول بأن نادي أفسا نوادي بو تحصل على 10,000 دينار فقط مقابل اللاعبين. إذن ماذا على نادي أفسا نوادي بو؟ عليه أن يقدم الأدلة، عليه إلى أن يجابه الإعلام بالجلوس هنا والحوار ومناقشة هذه الصفقة ليفهم الشارع الرياضي ويطلعه على آخر هذه الصفقة. هذا هو الهدف المشهود لدينا كإعلامي، وهدف أيضا مشهود لديكم أنتم كإداريين، هذا هو الأمر اللي يعني يجب أن ننطلق منه من أجل الوصول لحقيقة صفقة أبوسي وعبد الله السوداني. أبوسي مدافع شاب الآن لن يلعب مع المنتخب الوطني المحلي أمام مالي، نظرا لأنه احترف أسبوع كامل احترف مع نادي الملعب التونسي. هذه الصفقة الشارع الرياضي يريد أن يعرف بكم انتقل هذا المدافع صحبة عبد الله السوداني، وما هو سر تخلي نادي الملعب التونسي عن المدافع أبوسي. هذه التساؤلات يجب أن تجيب عليها إدارة نادي أفسا نوادي بو بعيدا عن المصطلحات ويعني التعاليق على الفيسبوك ببعض المصطلحات التي لا تليق بالمسؤول الإعلامي لنادي أفسا نوادي بو جدو، أقولها بالفم المليان. برنامج مرابطون فوت مفتوح أمام الجميع، من نادي إمرائيغ الذي غادر دوري درجة أولى إلى نادي أفسا نوادي بو الذي يعد حاليا من خيرة الأندية صحبة نادي تفرق زينة، بينما البقية اقرأوا عليهم السلام. هذه حقيقة يجب أن لا نتهرب منها. على أي حال أفسا نوادي بو أيضا هنالك لقطة في ملعب البلدي بالعاصمة الاقتصادية نوادي بو تعد يعني يطلق عليها اسم العاصمة الاقتصادية نوادي بو، لا يوجد فيها سرير لحمل لاعب. لنلاحظ هذه اللقطة الأخيرة، هذا ميلا تعرض لكسر في لاحظوا تعرض لكسر أثناء المباراة التي جمعت بين نادي أفسا نوادي بو وسنيم كانسادو في نسخة الدوري القبل الماضية وتوج بها نادي أفسا نوادي بو، تعرض للكسر، تم حمله بهذه الطريقة بدون وجود أي سرير إطلاقا، تم حمل هذا اللاعب مباشرة ووضعه جانبا. لنلاحظ الصورة تتحدث، هذا في العاصمة الاقتصادية نوادي بو، هذا في العاصمة الاقتصادية نوادي بو. شخصيا لا أحمل نادي أفسا نوادي بو هذه اللقطة، ولا أحمل إداري نادي أفسا نوادي بو هذه اللقطة. هذه اللقطة تحمل للحكومة وتحمل أيضا للعاصمة بحجم نوادي بو، العاصمة الاقتصادية نوادي بو يوجد فيها ملعب بلا لا يوجد سرير لحمل لاعب، ومع ذلك هي يطلق عليها اسم العاصمة الاقتصادية نوادي بو. على أي حال أفسا نوادي بو بعض المصادر الأخيرة تقول بأنه حاول يعني استعادة تقي الله الدن الذي انتقل لصفوف نادي تفرق زينة، لكن الأخير
جدد عقده مع نادي تبرق زينة. هنا يرتدي زي نادي أفسن وديبو. هذا اللاعب لعب لنادي سنيب كان صادو ولعب لنادي أفسن وديبو عديد السنوات، توج معه بعديد الألقاب، يعد حاليا من أفضل لاعبي منطقة وسط، لاعبي ارتكاز حاليا في موريتانيا أمامنا في الصورة، لكنه في الأخير جدد عقده مع نادي تبرق زينة. كذلك نفس الشيء حدث مع اللاعب دلهي، اللاعب الشاب الصاعد حاليا الذي هو سنراه في بطولة كوتيف أمامنا في الصورة، صاحب الهدف أمام السيراليون في آخر مباراة له. أيضا أفسن وديبو كان يحاول الحصول على خدمات هذا اللاعب، هذه بعض المصادر تحصلنا عليها في فقط من أجل إعطائها لمشاهدين الكرام متابعين لبرنامج مرابطون وفوت. نتحول من هذه من أفسن وديبو وحديث أبوسي وعبد الله السوداني إلى الحسن تقدي. تقرير تم إعداده عن هذا اللاعب منذ كان في نادي سكوك، بعد ذلك في صلاح الدين، بعد ذلك مع زمزم، بعد ذلك مع منتخب الناشئين، وأخيرا في بطولة كوتيف. لنشاهد الحسن تقدي أو الصغير تقدي كما يحلو للبعض أن يلقبه. إنه ابن 15 عاما الذي يمتلك قصة لم تكتمل روايتها بعد مع الولع بلعبة كرة القدم التي سرقت منه براءته الطفولية وهو لا يزال في عقده الثاني. بدأ تقدي ممارسة هوايته مع فريق سيماء المغمور، لكن الصغير تقدي لم يمكث طويلا في نادي سيما حتى انتقل إلى نادي الصكوك في مقاطعة تيارت التي هي مسقط رأس تقدي. ومن الصكوك نال من معين الساحرة المستديرة، وبدأت موهبته تنكشف يوما بعد يوم، وربما سيكون لها شأن في الأيام القادمة. وكان من حسن حظ موهبة تقدي أنها جاءت تزامنا مع افتتاح أكاديمية كروية من طرف الاتحاد الموريتاني لكرة القدم. ليس الحسن تقدي غريبا على كرة القدم، فشقيقه الذي يكبره سيد أحمد تقدي هو أحد نجوم الملاعب الموريتانية والعربية سابقا، وكان المرشد الأول لأخيه الصغير الذي لا يزال في أولى خطواته نحو رحلة 1000 ميل. تألق اللاعب الناشئ في البطولات التي خاضها، حيث فاز بالدوري الوطني للناشئين صحبة فريق زمزم الذي ربما كان البوابة الرئيسية لظهور تقدي الذي خطف حينها ود الشارع الرياضي الموريتاني الذي بدأ يتحدث عن اللاعب. حرم الصغير تقدي من المشاركة في بطولة العرب للناشئين في نسختها الأخيرة بقطر بداعي وعكة صحية مفاجئة ألمت به، وبقي ضيف شرف لا أكثر صحبة بعثة المنتخب الموريتاني للناشئين. جاءت بعد ذلك بطولة شمال إفريقيا للناشئين، وتألق الحسن تقدي وحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب وموريتانيا، ليواصل بعد ذلك النجم الصغير تألقه في البطولة الإفريقية التي توج بها المنتخب الموريتاني للناشئين لأول مرة في تاريخه. اليوم يحط الحسن تقدي رحاله في أكاديمية نادي فياريال الإسباني بعد أن وجد من يقدر موهبته، فهناك سيعيش في بيئة كروية بامتياز قد لا يجد مثلها في موريتانيا بل وفي القارة السمراء. من تقدي إلى مشاكل الأندية دائما، زمزم الذي يعد يعني هو عنوان المتعة، نادي زمزم هذه حقيقة نحن كإعلاميين يجب أن نذكرها، لكن في الأخير زمزم يعد هو أقل إمكانيات في دوري درجة أولى. زمزم المعروف بأنه في نسخة الدوري الماضية عرض للبيع، تم بيعه. زمزم توج بكأس رئيس الجمهورية يعني المرة الأولى في تاريخه صحبة المدرب بوبكار جوب. زمزم الآن تصوروا معي، زمزم الآن يبحث عن رواتب، يبحث عن أقمصة، يبحث حتى عن أحذية. كل اللاعبين غادروا النادي وبقية اللاعبين دخلوا في إضراب. تقرير التالي يسلط الضوء على نادي زمزم، لنشاهد. أكثر الأندية الموريتانية إمتاعا حين تدخل تشكيلته لأرضية الملعب وأقلها إمكانيات في دوري درجة أولى. في نفس الوقت نادي زمزم من مقاطعة تيارت صعد لدوري درجة أولى عام 2012، وعند قدومه لهذا الدوري تلونت جولته بالمتعة والإثارة من جديد،
وظهر أبناء مقاطعة تيارت بكرة جديدة وطريقة لعب جديدة مغايرة لبقية فرق الدوري الموريتاني، فقد اتسمت بالحداثة مما جعل الجماهير الموريتانية تقف لهم إجلالا واحتراما من حين لآخر. زمزم في عيون أنصاره هو عنوان المتعة، وفي عيون حتى خصومه هو المتعة بعينها. نادي زمزم هو أكثر الأندية الموريتانية جلبا للمدربين، فقد تعاقب على تدريبه في السنوات الأربع الماضية 9 مدربين، نجح في التتويج معه مدرب واحد فقط هو بوبكار جوب، الذي نجح في حصول النادي على بطولة كأس رئيس الجمهورية ولأول مرة في تاريخ النادي. وبعده لم يعرف الفريق التتويج، لكن المتعة بقت حاضرة حتى ولو كانت خزائن النادي فارغة من الألقاب والمال. زمزم هو البسمة الجميلة للدوري الموريتاني في كل أوقاته، ولأن النادي أبهر الجميع بدأ بعض رجال الأعمال يتسلل خلسة للظفر بخدمات الفريق. 4 رؤساء تعاقبوا على نادي زمزم منذ أن حط الرحال في دور درجة أولى، ويعتبرهم أنصار الفريق هم الأسوأ تسييرا للنادي طيلة تاريخه. بعد ذلك عرض النادي للبيع عديد المرات، وتم شراؤه أخيرا من طرف رجل أعمال يدعى محمد لمين والكابة وأشقائه، لكن النادي سرعان ما عاد لمربع البداية. البحث عن رواتب، البحث عن أقمصة، البحث حتى عن أحذية، بينما البحث عن المتعة والإثارة والتشويق هو شعار ما زال حصريا وماركة مسجلة على أقدام أبناء مقاطعة تيارت. إذن كان ذلكم زمزم الآن يعاني، زمزم الآن ربما يغادر دور درجة أولى إذا لم يحصل على أي دعم من بعض من رجال الأعمال، رجل الأعمال الذي اشتراه في نسخات الدوري الماضية. الواقع يقول بأنه ربما لا يساير ويواكب الدوري نسخة القادمة. ننتقل إلى سنيب كانسادو، هناك أيضا خبر حصري على برنامج مرابطون فوت بأن سنيب كانسادو الآن بلا مدرب، بلا رئيس، بلا إدارة. هذه سنيب كانسادو حاليا، نادي سنيب كانسادو حاليا لا يوجد لديه مدرب، لا يوجد لديه رئيس. انتخابات كان من المقرر أن تكون لك انتخابات وأن يكون رئيس جديد لنادي سنيب كانسادو، لكن هذا غير موجود حاليا، وبذلك سنيب كانسادو ربما هو الآخر لديه بعض من المشاكل العالقة التي سنحاول جاهدين في الأسبوع القادم الحصول عليها. ومع سبب هذا التأخر وحتى الآن نادي بحجم سنيب كانسادو بدون مدرب بدون رئيس، يعني لا يوجد هناك أي تدريبات والدوري على الأبواب. أرجو أن تكون الرسالة وصلت للجهات المعنية. انتهت الأندية، انتهى الدوري، المنتخب الوطني لا أريد أن أطيل عليكم في المنتخب الوطني، لكن التقرير التالي يسلط الضوء على القرعة الأخيرة للمنتخب الوطني وكل المحطات القادمة لنشاهد. طريق طويل وشاق ذاك الذي سيسلكه المنتخب الوطني في تصفية أكبر بطولة عرفها عالم كرة القدم كأس العالم، حين يستفيق من معركة أسود غير مروضة نحو طريق مغاير آخر يدعى بطولة الأمم الإفريقية، ويطرق باب بلاد البافانا بافانا ويتعرف على ملامح الخصم القادم عن قرب، ويكتب الله له بعد ذلك عمرا جديدا سيحط الرحال في جنوب السودان لتكملة الشق الآخر من حكاية ألف ليلة وليلة. ففي أول لقاء له سيواجه دولة جنوب السودان الحديثة النشأة والباحثة عن مكانة في القارة السمراء خاصة في عالم كرة القدم، بعد أن تنفس ساكنتها الصعداء من جديد وفرحوا بالانفصال المنشود عن البلد الأم السودان. بعد هذه المحطة التي يرى الشارع الرياضي الموريتاني أنها ربما تكون في متناول منتخبنا الوطني عقب ظهوره أخيرا بثوب البطل أمام الكاميرون في عقر دارها، والتي سبب لها إزعاجا كبيرا بل إنه كاد يخرج بنقطة ثمينة، لكن لعنة الدقائق الأخيرة ما زالت تلاحقه خارج دياره. بعد ذلك سيجد في انتظاره منتخب تونس الذي يجلس منتظرا الفائز من المنتخبين وسيخوض معه الذهاب والإياب لتبدأ رحلة الألف ميلي بعد هذه المحطة مباشرة. من هنا يدخل المنتخب الوطني باب المجموعات وتبدأ رحلة التصفيات من جديد نحو الهدف المنشود، طبعا في حال تخطى جنوب السودان أولا وتونس كمحطة ثانية. والمنتخب الأخير يحتاج لوقفة تأمل وتمعن في كل صغيرة وكبيرة من جزئيات اللقاء،
تقسم مجموعات القارة السمراء بعد ذلك إلى 5 مجموعات، كل مجموعة يتأهل منها منتخب واحد، ومن بين هذه المحطات والمطبات يتسلح أبناء شنقيط بالعزيمة ويحملون على أكتافهم أملا مسروقا منذ 50 عاما وتبخر في كل المحطات السابقة، وحين أصبح في المتناول كتب على بابه: نعم، كل المنتخبات العالمية أمامك، ربما تكون نائمة لكن الله أيضا ربما لا يلعنك إن حاولت إيقاظها. إذن من الدوري الوطني، من فرق الدوري، من الانتقالات ومن المنتخب الوطني إلى المدرب سيد أحمد ولي القاسم، مدرب منتخب الشباب الذي هو على بعد أيام قليلة والدخول في بطولة كوتيف. أذكر مشاهدي الكرام بأن أرقام الهواتف ستظهر على الشاشة في هذه اللحظات، ستظهر على الشاشة، بإمكانهم الاتصال وإثراء هذه الحلقة أكثر وأكثر. وأيضا أذكر بكل من بالذين كتبوا تلك التعليق على صفحة إعلامي حمود العمر، سأقوم أيضا بقراءة بعض الأسئلة المتعلقة بالمدرب سيد أحمد القاسم. أهلا بك سيد أحمد القاسم. أهلا بكم، شكرا على الضيافة. شكرا لك سيد أحمد. الشارع، أنا أقول إليك، الشارع الرياضي الموريتاني، الشارع الرياضي الموريتاني يرى بأن هنالك عديد من الأسماء لم يختارها سيد أحمد القاسم، على رأسها لاعب جارة، لاعب نادي زمزم، كذلك لاعب مولاي، سيدي مولاي، أعتقد بأنك كان من ضمن التشكيلة لكنك الأسبوع الماضي تخليت عن هذا اللاعب سيدي مولاي. أيضا الاسم الآخر أيضا محمد سالم، محمد سالم لاعب كان مع منتخب الناشئين، أنا ذاك الذي يحمل رقم 9 كان مع منتخب الناشئين محمد سالم. يعني عديد الأسماء سأحاول سردها لاحقا. استحمد القاسم لم يستدعاه، بينما قمت باستدعاء يوسف جي وبعض من الأسماء الذي يرى الشارع الرياضي بأنها أسماء تم جربتها من قبل، لماذا تعيد نفس الكرة وأنت مقبل على بطولة ودية؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام. احترم رأي الشارع الرياضي الموريتاني. أولا جرى ما 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 هو لاعب أقل من 20 سنة، جرى خلال 94، معناه أنه ما يقد يعود في منتخب الشباب. ما يخص اللاعبين الآخرين، هو المدرب عنده اختيارات يعدلهم، هو اللي مسؤول عنهم. يعني نشوفوني مخارين بعض اللاعبين ما عيطهم مشكلتهم، لا ان الاختيار العدلت هو اللي عدل لي ما نقبلهم. طيب استحمد، تقول لي النقاط اللي تقبل عليها اللاعب، معايير، اعطيني معايير خاصه بسيد احمد والقاسم اللي نشوفه في لاعب يقبل. المعايير يخصوا بالمدرب، خاصه بك استحمد كمدرب. قلت لك المعايير اللي نقابلوا عليهم اللاعبين يخصوا بالمدرب، ولا يعطي يشي فيهم لك اي اي رقاش، ذاك ما ذاك من ذاك من سر المهنه، ولا ينقال بالحال اطلاقا. ما والله، لكن شفت لاعبين ضارك سيد احمد كلها يبقي يلتحق بمنتخب الناشئين، والله منتخب الشباب صحيح، على الاقل نور له داربه، لكن لاعب بيه فيه ما هو كذا، يعطيك اسماء هون كلهم يقول اللي يبيك فيه. شوف انا ما نقدر نقول لك اني بمشي عندي ضد لاعب، كما قلت لك انا انسان حنيني انسان انسان طبيعي. لا انا معك فيه، لا انا معك مهنتي نعدل محترمها، نعرف عني في عمري ما نظلم اي لاعب. يا غير الاختيارات، اصعب شيء يجب على المدرب في الحياه هو الاختيارات بين الاشخاص، تهمك تختار بين الاشخاص، بين الاشخاص هو اصعب شيء عدل المدرب، معناه انه نين فوتين انك قراره في اختيار لاعب، معناها انه لو تخمم 100,000 مره سابق يقبل لك لاعب. يا غير انت تقبل لاعب لا مردوديه، قول لي مردوديه يوسف قيفي كوتشي في الماضيه، اعطيها لي تو، اعطيني بار اكزامبل، اعطيني مثلا، قول لي عدل عدل عدل. شو يوسف قيفي اولا هو من نفسه يفرض وجوده على الخصم، معناها خط الدفاع الخصم. لاعب كي يوسف قيفي يفرض وجوده عليه اولا، كل الكور كاملين العاليه، كرات كامله العاليه لاباس بهم فيه، تمركزه لاباس،
وسجل هدف مواليد ضد اندونيسيا. اندونيسيا رباعيه كان كان هو. طيب اذا انت عندك اذا يوسف جاي اللياقه البدنيه السرعه تموقع، هذا هو الاختيارات اللي قبلتهم على اساسه. لك ما قلت لك تسولت تسولتني ايش عدل في الكتيف؟ جاوبتك على اللي عدل في الكتيف. خلاص تموقع كما قلت لك قبل عن الصفات اللي قبلنا عليهم اللاعب ذاك يخص المدرب ولا يطوي في تلك الايره يعني. خلاص الصفات اللي تخصك انت تقبل بها اللاعب لان الشارع كنت نبغيه يعني يعرف اكثر. ايوه زين متذكر عني منتخب الشباب انا لك مباراه مع تونس ذهابا وايابا اللي خسر فيها ذهابا 3-0 وريتور 3-1 متذكرها 3-0 نفس الشيء سيد احمد وقعت بعض من الاخطاء. انت عندك انا لك محفوظ فيما اعتقد لاعب محفوظ لاعب نادي كيفا انا ذاك بعد ذلك انتقل الى نادي تفرقسين لاعب ارتكاز تذكر معي محفوظ ابراهيم ذيك الفتره يعد الاحسن. انت نفس الشيء قمت باستدعاء وبعد ذلك تخليت عنه سابق تمشي صحيح. هذا السؤال مطروح نبغيك تجاوب عليه. تخليت عنه به لي ما كان جاهز في ذاك الوقت بالاخص تكتيكيا ما كان جاهز زين. طيب فهم سؤال اخر يقول البطوله هذيك التصفيات اللي خرج منها المنتخب انذاك بخوف فيحوني صحيح لماذا سيد احمد الساعه قبلت المنتخب وقلت انك لا يتدربوا وانت فترتك وجيز اللي نعطالك فيه نعطاك بما اعتقد عندنا 12 يوم والله لك سابق التصفيات تذكر لماذا تقبل عليه؟ دي مجازفه بقى. لماذا قبلتها؟ شفت خارج شيء ما تعرفه الشعب الموريتاني ما هو على بال منه خلاص نقوله لوتو. انا قبل نعود مدرب كنت لاعب لا انا مساعد اول من الحرس الوطني هذا شو تعرفه زي من عسكري معناها اني نضيف عليه اني مدرب انا تندافع عن الدوله مرتين كعسكري وكمدرب وطني معناها العسكري مهما كان الامر ما يرجع للدار من اجل انه يمشي دافع عن الوطن وطن سيد هذه السؤال عاد فيه مجازفه هاي معاك فيها غير كره القدم شو انا ما تتكلم عن شخصيتي انا وجاوبتك عليه صحيح يقير لا ما يخص كره القدم خليه يخص كره القدم صحيح يقير هذا احترم لك وجهه نظرك كره القدم لا يمكن ان تدرب العساكر مهما كان هي عالم هي فن هو لا الشارع الرياضي قال على سيد احمد مايلتو يقبل على ذا اللي تقبلوا الهزائم مرجع كان هو 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 هو, هو, هو السبب ذا نفس الشيء وقع فيه الامانه صل وقع فيه مع منتخب انا لاك جيستو المغرب ونهزم خماسيه نظيفه وقع في نفس الخطا لماذا الاخطاء تقبلوها لماذا تقبلوها الاتحاديه؟ انا اعطوني انا لا تعطوني ذا المنتخب اوكي شكرا لين درب المنتخب قال عدلوا لي الظرفيه ديروني في واقع قد نعدل به منتخب ملك منتخبكم لو ديروا لحد هذا هي عطوا حاضر عنه المنتخب كان خارج المشكله فهم قلت استمرار بالشغله هذيك هي مشكله الفئات الصغرى عندنا نحن الفئات الصغرى خارج نقطتين اساسيين هنا لازم يعود عندهم بطوله يطبوا الاحتكاك ثانية دائما عندك فهم احتياطي دائما عندك لاعبين تحت من الفئة اللي عندك تحتك مجموعة أخرى عودوا الفرق اللي لا يكملوا لا يخلوه ذوك اللاعبين اللي لا يمشوا يكملوا زين هاو نقطتين أساسيين لابد من يعود عند الفئات الصغرى المرتدة خلاص محمد بما أعتقد من العاصمة نواكشوط تفضل محمد مرحبا بك محمد تفضل الو نعم تفضل محمد نستنت لك مرحبا بك تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الو نستنت لك مرحبا بك تفضل خويا الو حمود اخي الكريم انا نستنت لك لعت مانك سامعني يعني نضطر نقطع الحط ونقبل اخر مخرج يبدو ان ناخذ بديل نعم سلموا مرحبا بك سلموا من واشوف نعم سلم مرحبا بك سلم تفضل انا نقول لك المدرب احمد قاسم نقول انه مدرب حقا
يا عبد الله ان شاء الله في البطوله العافيه بطوله. انقطع الخط يبدو عن المتصل، اخذ متصل اخر، تفضل. اذا اكتفي عبدو، تفضل. الوقت السيد المخرج. اذا سيد احمد عندك، ول داوود بينونه هذا على الصفحه. لماذا يستدعي اللاعبين، لماذا يستدعي المدرب سيد احمد القاسم اللاعبين اقتربت اعمارهم من سن الثلاثين كما يقول، من امثال مراد، صلاح الدين، يوسف جي؟ لن نتقدم ابدا ونحن نخدع العالم وانفسنا، كان الاجدر به ان يستدعي منتخب الناشئين ولو هزم في كل مباريات بدل النصر المزيف بلاعبين لا يستحقون اللعب في البطوله. لك سؤال عند هذا. تحياتي لك حمود، هذا طبعا عبد الله، تحياتي لك حمود ولضيفك المدرب سيد احمد القاسم. عندي سؤال، لماذا لم يستدعي اللاعب مولاي صاحبتي؟ هذه نقطه اتكلم عنها. بوه وبوه بوه، تحياتي لك المدرب القدير ولد القاسم. وسؤالي هو، هل عندهم برنامج ثابت للتمارين والاستعدادات، ومتى واين وفي اي الملاعب؟ اجيبك انا، في ملعب شيخه، اما طريقه التمارين فسيجيبك عنها المدرب سيد احمد القاسم. عديد التعاليق حقيقه. محمد محمود عمار، ما الدافع وراء تقبل المنتخب الوطني الاهداف في الدقائق الاخيره دائما؟ مولاي واديبو، انا احب ان امثل المنتخب فديه. طبعا هذا لا يطرح سؤال. أمادو، لماذا لا يختار المدرب وجوه جديدة؟ فنحن فقط نشارك من أجل اكتساب الخبر، احتكاك مع الغير. كان على المدرب أن يختار وجوه لم تشارك قط في أي بطولة. هذا أمادو لي. عندك البار محمد، لماذا يستدعي 9 لاعبين من كونكورد ويستدعي لاعبين ولاعبين هذه الكلمة ما عرفتها، كي لاعب هذا ما أخ الكريم البار محمد، كتابتك ما هي واضحة. عندك المقول، استولوا عن موارد اللاعب مميز وسجل هدف في نسخته الماضية. عندك سالمنا، لماذا سيد أحمد القاسم يدرب الكونكورد ويدرب منتخب الشباب؟ كيف يوفق بين نادي ومنتخب؟ نكتفي بهذا القدر. تفضل سيد أحمد، بعض من الأسئلة. نعم، بما يخص السؤال الأول، ما اعتقد تمارين، طريقه التمارين. ايه نتمرن كل دحي مسايا في ملعب الشيخ عبيدية من 28 حتى يوم 5 ان شاء الله، وسابع نمشوا يوم 6 بعدين فالنسيا ان شاء الله. ان شاء الله، توفيق ان شاء الله. قضيه الاعمار. قضيه الاعمار انا ما نشتغل بالاحصاء، معناها لاعب هو يجيب تواغطه للنادي يطرح تواغطه، شهور الاتحاديه يعدلوا عليه برهان يعني يجي يلعب به. ولكن البرهان هو اللي انا خلاص اللاعب بين تخلق ونعيض. ما تتدخل في يعني مالك دخل. لكن انا ما شغلتي، ما ما شغلتي انا. زين، اذا سيد احمد السؤال يعني البطوله القادمه تقد تقول لي على انك جاهز لها، تقد تقول انك انطرحت في احسن ظروف. ما هيك البطولات الماضيه؟ بطوله كوتيف القادمه. نعم، تورك في احسن ظروف. لا ماني في احسن ظروفي، غير بعد نعطى الامكانيات اللي تساعدني في نحضر. اعطاك الوقت الكافي؟ الوقت الكافي لا. نفس الشيء يتكرر. لماذا تقبل ما عندك وقت كافي؟ تقبل على بطوله. انا عندي نقطه نبقي نفهمها، انا المدرب الموريتاني نبقي نفهم له دي النقطه. مدرب الموريتاني يقد تقريبا على سبيل المثال الليله يتكلم عن سيد احمد القاسم، خلينا مدرب موريتاني. لا بشكل عام ضيفك سيد احمد القاسم يتكلم عن خلاص القاسم. خلاص انا معك فيه، لكن هذا بشكل عام، بشكل عام الواقع. المدرب المحلي، المدرب المحلي اللي يعيط له عليه هذا، قالوا لي هون ضيفي الماضي في هذه الحلقه مودين بوتش، قال عن المدرب المحلي مو نعينه يدرب اي شيء، ما قادله في كان طراف ظرفيه، كان اعطاه اي شيء، كان يعدل شيء، مهم عليه يخص المودي. لك يخص المودي. شو تقول لي انا سيد احمد هذه النقطه؟ شو تقول لي فيها؟ شنو سؤالك شنو؟ سؤالي، لماذا المدرب الموريتاني يقبل دائما بعد انه الاتحاديه تطرح في ظروف ما هي حسنه ويقبلها؟ ولا نهزم الاخير الاعلام اي يتكلم عنك سيد احمد القاسم. على كل حال هو شفت هو كل انسان يمسح عن وجهه. صحيح. مودي هو حر يقول لك هذاك اللي يقول لك. اللي يخص به هو ومسؤوليته هو. صحيح. غير انا كمدرب نتكلم عن شخصيتي. صحيح صحيح صحيح. طيب انت ترى نفسك من؟ نراه على اني قرارك بطوانا انا مسؤول عنه. ولا نمشي يكون شيء صالح.
مشيت في بطولة تصفيات ولا كسبت ولا نقطة سيد أحمد؟ عادي ما كرت قدم. لماذا تعاود الكرة؟ مشيت نفس الشيء مع كوتي في الماضية كسبت مباراة واحدة. فعلا كانت مشاركة قيمة جيدة تحسب لك سيد أحمد القاسم. هذا أمر أنت مالك يذكر لك ويشكر لك. يا غير شوف أنت ما تقول شيء وتكذب. لا ما تكلم حنيني حنيني. أنا قلت لك عن تصفيات 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 مشيت فيها طرحت ظهوره ما هي جيدة وقبلتها ومشيت فيها ورجعت بخوف فيحوني. أي نقطة سلبية تحسب لسيد أحمد القاسم. نقطة إيجابية سيد أحمد القاسم مشيت شرب بطولة كوتيف السنة الماضية وقدمت أداء أكثر من رائع. ولو أننا نحن نبحث نوصلوا مراحل متقدمة في البطولة لكن مهما كان هذه بداية. وارك نفس الشيء سيد أحمد. انت ما لك الخطا يمشي الفايت قلت على انها دوره وديه هي بطوله حني غير بطوله وديه حني هدفها هو اكتشاف المواهب. اليوم ترجع تقول احنا ندور نشوف عيد انا ما فهمتك. نقول لك هي بطوله وديه لاكتشاف المواهب على اساس انك تقبل اعمار معقوله تقبل شباب صغير 13 سنه 14 15 تمشي بيه يكسب الخبره يعطيهم لنا جبر نادي والله اثنين ويكسب بعد الخبره. هذا من باب انها الوديه من باب انها نفس انها بطوله لا تشارك فيها ولا توصل فيها للامد البعيد. صبحت ما هي وديه في نظر الشارع الرياضي نظرا لك انك شاركت فيها السنه الماضيه وهذه السنه الثانيه لها والشارع الرياضي الموريتاني الوحيد اللي ما يتقبل الخساره. هاي نقولها لك انا ايوا انا نقول لهم انهم يعطوا رياضيين شفت حد اهم وعود رياضي خارجين ثلاث مسائل في الرياضه حتى يتقبل فوز قاع نعرف أن الناس كثيرة تبقي صحيح التعادل فيه والهزيمة فيه صحيح تهمك تعود الرياضي ما تقبل بالهزيمة صحيح اسمح لي خليك ما تعود الرياضي صحيح صحيح. لكن استحمل تم كل سنة ننهزموا ونجوا ونقولوا تقبلوا الهزيمة تقبل نحن لحقنا مرة نحصلوا شيء تحصلوا شيء يا غير لا تحصلوا شيء لا مدى طويل يا غير قول لي أنت نادي الفريق اللي عندك الفريق الوطني اللي عندك أداة ما هو صالح ما يعرفوا صيفة اللي يأخذوا بها كرة ما يعرفوا صيفة اللي يدافعوا بها فهمت قد تقول تنقضي تقول عني ما عددت المنتخب لا والله اللاعبين حاليني والله اللاعبين اللي تربنا خاضوا لأيدينا ما طوروا لا أفهم أنا فئات صغرى هدفهم الكبير طور الأول ما هو الفوز بالمباريات نجي معها الفوز هي النبقو يا غير هدف هو اكتشاف مشاكل مع الخصوم اللي مستواهم ما هو واحد صحيح واكتساب الخبرة والتطور هو جيد. استحمد قد دخلك حد في التشكيل؟ لا بعض من الأخبار تقول على التشكيلة الأخيرة الكوتيف على الاتحادية دخلت فيها وقالت عنها ليت دور لاعبين من الاكاديميتي تقبلهم قدر من لاعبي الاكاديميه هذا حق والله كله انت ما سولتني انا صحيح انا مدور مو جوابك الا انت تعرفني ولا ما تعرفني نعرفك حتى شو انا من 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 2012 وانا في الاتحاديه كنت مع فريق ناشئين وطلعت مع شو الشباب صحيح في عمري حياتي قاعد مصريه رغم انها ماني ياسر في التدريب عمري ما نتقبل انسان يتدخل لك في عمله يتقاسم معي مسؤوليتي ما عدا الناس اللي توقف معي في الشمس في البرد في السحاب في الحمام نشاورهم ونسمع نصائح. إذن خيارات سيد أحمد القاسم خيارات سيد أحمد القاسم ومعه طاقم فني ومعه طاقم تابع له استشار هو كذلك. عبد السلام من العاصمة الاقتصادية نوادي بو أهلا بك عبد السلام. مرحبا بك عبد السلام تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته وخيرت بك. يا لباس يا خير. هلا بيك معكم. عبد السلام من مدينه الماليه ومراقب بالديواني. مرحبا بيك وخيرت بيك تفضل. مرحبا بيك وخيرت. مرحبا بيك ما شاء الله شكرا. انا عندي سؤال خير اطرح على المدرب الكبير والمدرب الوطني من فرنسا. هي قضية اللاعبين الولايات الداخلية. دائما نلاحظ عن جميع المنتخبات الوطنية سواء يكلي منها كادر أو يكلي منها شباب أو يكلي منها عواصف ما يشركون يقتصر الخيار على اللاعب اللي في الناقشة خلاص حتى أن الناس اللي بالداخل ما تعطيها فرصة الاختبار يعني وصل السؤال لما تعدل الاتحادية بعدها تقيسهم وصل سؤالك واحدين قاعد يلعبوا في الدوري نو وصل سؤالك
اذا وصل سؤالك دور نوصله لك. ناخذ بشير. تفضل بشير من واكشوط ما اعتقد. السلام عليكم. تفضل بشير وخيرت بك. نبي نسول المدرب شنو الفرق بين المرابطون؟ سبحان الله باسم نبي نسول له شنو الفرق بين المرابطون والكونكورد في رايه هو؟ خلاص وصلت الفكره. اذا سيد احمد السؤال الاول من العاصمه الاقتصاديه نوادي بو، لماذا ما يتم اشراك اللاعب في الولايات في المنتخب الوطني؟ لماذا دائما تختصر اللاعب دوري درجه اولى موريتان وحتى دوري درجه ثانيه ما نشوفه في التشكيلات؟ هذا غلو. ترجع التشكيلات قطعا عدلت كاملين، ما قبط يكون قبط اللاعبين في الولايات واللاعبين درجه ثانيه. لكنك سرعان ما تتخلى عنه. وين اللاعب تخليه قبلته من الداخل تخليت عنه؟ الداخل فيما اعتقد بعد انك قبلت اللاعب ياسين. ياسين ما هو الداخل. لا ياسين كان يحسب على الداخل، هو جل العاصمه نواكشوط له سنتين ولا لا لا لا. ياسين انا دربته في الاكاديمي الاولى. اسمح لي. اذا سيد احمد القاسم لا يوجد لاعب قبلته من الداخل ورديته. واحد كان من الناشئين وشباب اظهر لي انه مستواه ما يسمح له يعود منتخب الشباب، ومامودو جوب اللي سجلنا الهدف. مامودو جوب صحيح، مدرك انك تزوره وقد زرت الداخل ياك تجبر جواردي. زرت الداخل، زرت ولايتين. التشكيله الماضيه زرته؟ لا ما هي التشكيله، سامت مدرب ناشئين. ناشئين مشيت زرت القوارب وزرت الماضي. دوري درجه ثانيه. نعم. حضرت له السنه. اختراك انا شفتك، انا شخصيا شفتك قاعد. نشاهد مباراه دوري درجه ثانيه كاملة. ما شفت لاعب قلت قبل. ما نقول لك اني ما شفت لاعب من قبل، شفت لاعب يا غالي قلت حسب رايتي انا انه ما هو جاهز عاد للمنتخب. خلاص، السؤال الثاني اعتقد الفرق قال لك عندك بين المرابطون والكونكورد. هذا سؤال يخص المشاهد، انا لين نقول لك نقول. زين واضح؟ انا ما شفت فرق بين اللي هو كان ولاد موريتانيا. هو كذلك. لاعب كونكورد موريتاني ولاعب منتخب وطني موريتاني. نلعبوا من اجل موريتانيا، انا ما فهم فرق عندي انا. كل عدد عنده فرق يقول لا. هو ربما السؤال عنده انك انت دائما اختياراتك على الكونكورد تقبلونها عديد اللاعبين، هذا هو ما انك تدربها، هذا هو هدفه هو فيما اعتقد. غيرياته تم ولي خرس اللاعبين انت سنهم وسنينهم انت ما يخرس بالضبط وين هو سيد احمد القاسم وشنو هو الفريق اللي يلعبوا له اللاعبين الكبار، يخرس اعمار اللاعبين الكبار شنو هو مرضيتهم في الفريق. طيب. على بالك قد حاسب. طيب اعتقدنا الكونكورد اعمار القباطون ربما تتماشى مع بطوله كوتيف فيما اعتقد، لكن مهما يكون الشارع الرياضي خلال التساؤلات العديده راهي لك ما قديت نقراها لك بين الكثره. فياسر يقول لك، نقول لك اني محترم رايهم يا غرياتهم يفهموا لان في كره القدم هون قالوا اسماء ما تستحقش انها كبر من السن. لكن انا قلت لك اني ما نشتغل في صحيح 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 ماني معدلهم الاحصاء ولا نعرف انت خلاقي ما اقدر نقول لك انه عمارهم ولا ما عمارهم. جيد سيد احمد، نحن راك عندنا لا دقيقتين، شو تقول للشارع الرياضي الموريتاني بطولة كوتيف القادمة؟ نقول لهم علينا نمشوا إن شاء الله أولا يعودوا صابورين، عرفنا الرياضة كما قلت قبيل فيها الفايز وفيها خاسر وفيها تعادل. ما هو معقول أننا هنا تخلوا ياسر المشاكل نحضروا ونمشوا ياكل ما نمثلوا الوطن أحسن تمثيل. نقول لهم علينا ما إن شاء الله ولا نبخلوا شيء. لكن ناخذ مرحله احسن مرحله والاخر ان شاء الله يعطيهم لنا. ايوا السؤال الاخير، افضل التشكيله ولا التشكيله العام الاول بالنسبه لك انت كمدرب؟ طبعا انت بعد كمدرب تفضل عندك التشكيله اللي ماشي بها ولا التشكيله اللي مشيت بها؟ نفس المستوى. نفس المستوى. نفس المستوى. نفس المستوى اللي قدم السنه الماضيه لا يقدم السنه، والله لا يزيد. سولتني عن مستوى جا واحد اخر، جا سؤال اخر عادي. جاوبنا على السؤال الاخر. لا نحاول ان شاء الله ولا نحاول نعدلوا احسن. اذا ما عدلنا احسن بعد نعدلوا المستوى اللي ان شاء الله السنه اللي فاتت ان شاء الله. توفيق لك سيد احمد ولي القاسم مدرب منتخب الشباب في بطوله كوتيف القادمه ان شاء الله يوم 8 في مدينه فالنسيا مجموعه فيما اعتقد السعوديه المكزيك فالنسيا. اتمنى لك التوفيق في هذا اللقاء. شكرا لك مره ثانيه على قبول الدعوه وتلبيه هذا الامر، يذكر ويشكر لك. شكرا لك. شكرا لك. الله يخليك سيد احمد القاسم. اذا المشاهدين الكرام، الوقت برنامج مرابطون وفوت يشير المخرج عبد تاج الدين الى انه انتهى. هذه تحياتي حمود العمر، الى ان نلقاكم في الاسبوع القادم وحلقه جديده من برنامج مرابطون وفوت في امان الله.